مرحبا بكم في رحلة استكشافية لا مثيل لها، حيث السماء ليست الحد الأقصى بل البداية. اليوم سنأخذكم في رحلة عبر المجموعة الشمسية، نظامنا الفلكي الغامض والرائع. نبدأ من الشمس، قلب نظامنا الشمسي، مصدر الضوء والحياة، ونتجه نحو الكواكب الثمانية الرائعة، كل منها يحكي قصة مختلفة، قصة الجمال والتعقيد. من الأراضي الصخرية لعطارد إلى العواصف الغازية الضخمة للمشتري، ومن الأسرار المخبأة تحت سطوح أقمارها إلى الرقص الأخاذ لحلقات زحل. سنكتشف أيضا عوالم الكويكبات والمذنبات، شهود عيان على تاريخ المجموعة الشمسية القديم. وأخيرا سنتعرف على كيف تؤثر هذه الأجسام السماوية على كوكبنا الأزرق الأرض. إذن استعدوا للإبحار في رحلة عبر الفضاء والزمن، رحلة تكشف عن عجائب نظامنا الشمسي وأسراره. تكوين المجموعة الشمسية: عندما ننظر إلى المجموعة الشمسية نرى نظاما فلكيا معقدا ورائعا. في قلب هذا النظام تقع الشمس، نجم ضخم يحتوي على حوالي 99.86% من الكتلة الكلية للمجموعة الشمسية. قوتها الجاذبية الهائلة هي التي تحافظ على تماسك النظام بأكمله. حول الشمس تدور 8 كواكب رئيسية مقسمة إلى مجموعتين، الكواكب الصخرية والغازية. الكواكب الصخرية وهي عطارد، الزهرة، الأرض والمريخ تتميز بسطوحها الصلبة وقربها نسبيا من الشمس. من ناحية أخرى الكواكب الغازية، المشتري، زحل، أورانوس ونبتون تتميز بحجمها الضخم وتركيبها الغازي. بالإضافة إلى الكواكب هناك العديد من الأقمار التي تدور حول هذه الكواكب، كل قمر يعتبر عالما فريدا بحد ذاته. بعضها يمتلك البراكين والمحيطات تحت سطحه، والبعض الآخر يظهر علامات جيولوجية معقدة. ولا ننسى الكويكبات والمذنبات التي تتناثر في مختلف أنحاء المجموعة الشمسية. حزام الكويكبات الذي يقع بين المريخ والمشتري يحتوي على آلاف الكويكبات الصخرية. المذنبات مع ذيولها الطويلة ومساراتها الفريدة تأتي من الأطراف الخارجية للمجموعة الشمسية، حاملة معها أسرار تكوين النظام الشمسي. هذا التنوع الهائل في التكوين والخصائص يجعل من المجموعة الشمسية عالماً مثيراً للاهتمام وموضعاً للدراسات الفلكية المستمرة. الكواكب وخصائصها: في هذا الجزء من رحلتنا ندخل عالم الكواكب الثمانية المتنوعة في المجموعة الشمسية، كل منها يقدم قصة فريدة ومثيرة للدهشة. الكواكب الصخرية: عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس وأصغرها، يتميز بأيام وليالي طويلة جدا ودرجات حرارة متطرفة. الزهرة يعرف بالكوكب الأخت للأرض بسبب حجمه وتركيبه المشابهين، ومع ذلك فإن بيئته الحارة والضغط الشديد يجعلانه مكانا قاسيا للغاية. الأرض الكوكب الوحيد المعروف بوجود الحياة عليه، يتميز بوجود الماء السائل وغلاف جوي يحمي الحياة. المريخ المعروف بلونه الأحمر يحتوي على أكبر بركان وأعمق واد في المجموعة الشمسية. الكواكب الغازية: المشتري أكبر كوكب في المجموعة الشمسية، يتميز بعاصفة عملاقة مستمرة تعرف بالبقعة الحمراء العظيمة. زحل مشهور بحلقاته الرائعة، يمكن رؤيتها بوضوح باستخدام تلسكوب بسيط. الكواكب الجليدية: أورانوس يتميز بمحور دورانه المائل بشكل كبير مما يجعل له فصولا متطرفة. نبتون أبعد كوكب عن الشمس في المجموعة الشمسية، مع رياح قوية تعتبر الأسرع في المجموعة الشمسية. تتميز هذه الكواكب بخصائص تجعل كل منها عالما مستقلا، سواء كانت صخرية أو غازية أو جليدية. هذا التنوع يسلط الضوء على جمال وتعقيد المجموعة الشمسية. أقمار وحلقات: الآن ننتقل إلى عالم الأقمار والحلقات في المجموعة الشمسية، حيث يوجد أكثر من 100 قمر، كل منها يعكس عالما فريدا ومتنوعا.
أقمار المشتري الجليلية، أي أكثر الأقمار نشاطاً بركانياً في المجموعة الشمسية، يتميز بسطحه المليء بالبراكين النشطة والبقع الملونة. أوروبا يحتمل أن يكون به محيط مائي تحت سطحه الجليدي، مما يجعله مرشحاً للبحث عن الحياة خارج الأرض. جانيميد أكبر قمر في المجموعة الشمسية، يتميز بسطحه الجليدي وقشرته المغناطيسية الفريدة. كاليستو يتميز بسطح متعرج مليء بفوهات النيازك، ويعتقد أنه يحتوي على محيط داخلي. حلقات زحل تعتبر حلقات زحلة من أروع المناظر في المجموعة الشمسية، تتكون من ملايين الجسيمات الجليدية والصخرية التي تدور حول الكوكب، مما يخلق نظاماً مذهلاً من الحلقات اللامعة. هذه الحلقات ليست ثابتة، بل تتغير بمرور الوقت وتتأثر بجاذبية أقمار زحل الصغيرة. بالإضافة إلى أقمار جاليليو وحلقات زحل، هناك العديد من الأقمار الأخرى المثيرة للاهتمام، مثل تيتان، قمر زحل الذي يتميز بغلافه الجوي الكثيف والبحيرات السائلة على سطحه، وميماس الذي يعرف بالفوهة العملاقة على سطحه التي تجعله يشبه نجمة الموت من سلسلة حرب النجوم. كل قمر في المجموعة الشمسية يروي قصة فريدة عن تاريخ وجيولوجيا نظامنا الشمسي، مما يجعل استكشافها لا يقل روعة وأهمية عن الكواكب نفسها. الكويكبات والمذنبات. نتجه الآن إلى اكتشاف عالم الكويكبات والمذنبات، الذي يعد بمثابة نافذة إلى تاريخ المجموعة الشمسية القديم. حزام الكويكبات. يقع حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، ويحتوي على آلاف الكويكبات، بعضها كبير بما يكفي ليعتبر قمرا صغيرا. هذه الكويكبات متنوعة في أحجامها وأشكالها، وتوفر معلومات هامة حول بدايات نظامنا الشمسي. أحد أشهر هذه الكويكبات هو كويكب سيريس، الذي يعتبر أكبر الكويكبات في الحزام، ويصنف الآن كقزم. المذنبات. المذنبات هي أجسام جليدية تدور حول الشمس في مدارات طويلة وغريبة. عندما تقترب هذه المذنبات من الشمس، يتبخر الجليد مكوناً ذيلاً مضيئاً يمكن رؤيته من الأرض. مذنب هالي، واحد من أشهر المذنبات، يعود إلى الظهور في السماء كل 76 عاماً تقريباً. زيارته الأخيرة كانت في عام 1986، ويتوقع عودته في 2061. المذنبات والكويكبات تعتبر مثل الكبسولات الزمنية، تحمل في طياتها أدلة عن مراحل المجموعة الشمسية الأولى. إنها تمثل أهمية كبيرة للعلماء الذين يسعون لفهم كيف تشكلت الكواكب والأقمار وغيرها من الأجرام الفضائية. ظواهر فريدة واكتشافات. نواصل رحلتنا عبر المجموعة الشمسية بالغوص في عالم الظواهر الفريدة والاكتشافات المذهلة التي لا تزال تحير وتثير إعجاب العلماء والفلكيين. ظواهر فريدة داخل المجموعة الشمسية. عاصفة المشتري الكبرى تعتبر البقعة الحمراء العظيمة على المشتري، واحدة من أكثر الظواهر إثارة في نظامنا الشمسي. هذه العاصفة العملاقة التي يمكن أن تبتلع الأرض بأكملها 3 مرات تدور منذ مئات السنين. البيئة القاسية للزهرة بغلافه الجوي الكثيف وحرارته الشديدة يعد مثالاً على كيف يمكن أن تكون الظروف على الكواكب الأخرى قاسية وغير مضيافة. اكتشافات خارج المجموعة الشمسية. في السنوات الأخيرة شهدنا اكتشافات مثيرة للكواكب خارج نظامنا الشمسي، المعروفة بالكواكب الخارجية. هذه الكواكب التي تدور حول نجوم أخرى قد توفر أدلة جديدة حول إمكانية الحياة خارج الأرض. أجرام فضائية جديدة كل يوم تقريباً، يكتشف العلماء أجراماً فضائية جديدة من نجوم ومجرات وحتى أجسام غامضة مثل الثقوب السوداء، مما يوسع فهمنا للكون. هذه الاكتشافات والظواهر الفريدة لا تزيد فقط من معرفتنا بالمجموعة الشمسية، بل تفتح لنا أبواباً نحو فهم أعمق للكون المحيط بنا.
تذكرنا بأن كل اكتشاف جديد هو خطوة أخرى في رحلة البشرية الطويلة لفهم مكاننا في هذا الكون الواسع. التأثيرات على الأرض. والآن نتحول إلى كيفية تأثير المجموعة الشمسية على كوكبنا الأرض. يعتبر فهم هذه التأثيرات أمراً حيوياً لدراسة علم الأرض والفلك. الجاذبية والمد والجزر. أقوى تأثيرات المجموعة الشمسية على الأرض هي من خلال قوى الجاذبية. القمر أقرب جيراننا، يلعب دوراً رئيسياً في حدوث المد والجزر، ويؤثر أيضاً على بعض الأنماط الجيولوجية والبيئية. الظواهر الفلكية. كسوف الشمس وخسوف القمر هي ظواهر فلكية تحدث بسبب ترتيب محدد للشمس والأرض والقمر. توفر هذه الظواهر للعلماء فرصاً لدراسة كل من الشمس والقمر بطرق لا يمكن تحقيقها بخلاف ذلك. الشهب والنيازك التي تدخل الغلاف الجوي للأرض هي بقايا من الكويكبات أو المذنبات التي توفر معلومات حول تكوين النظام الشمسي. تأثيرات المناخ والبيئة. النشاط الشمسي مثل العواصف الشمسية والبقع الشمسية يمكن أن يؤثر على الغلاف الجوي للأرض ويسبب تغيرات في الاتصالات الراديوية والأقمار الصناعية. تغيرات مدار الأرض وميلها يمكن أن تؤدي إلى تغيرات مناخية على المدى الطويل، كما درس في نظريات مثل دورات ميلانكوفيتش. باختصار، يمكن للأحداث في المجموعة الشمسية أن تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الأرض في العديد من الطرق، من الظواهر الجميلة مثل الكسوف والخسوف إلى التغيرات البيئية والمناخية الأكبر. هذا يسلط الضوء على الارتباط العميق بين الأرض وبقية المجموعة الشمسية، مما يذكرنا بأننا جزء من نظام أكبر.